نقف اليوم بكل فخر واعتزاز ونحن نشارك في الحفل التأبيني للذكرى 9 للمجزرة التي طالت إخواننا اليزيدية في قرية كوتشو. هذه المجزرة التي ارتكبها أبشع تنظيم إرهابي للعصر الحديث ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي، حيث قامت هذه العصابات بقتل الأطفال والنساء والرجال وسبي الكثير من النساء والأطفال. هذه المجزرة بقدر حجمها والمأساة التي تحققت منها إلا أنها وحدت كافة أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وهبوا هبة واحدة في كل المفاصل من قوات الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي وجهات مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة والشرطة الاتحادية من أجل القيام بعمليات التحرير ونصرة أهلنا في نينوى بشكل عام وأهلنا في سنجار بشكل خاص. إنها ذكرى أليمة في جبين الإنسانية بحق هذا المكون العراقي الأصيل، ومن أجل أن نساند أهلنا ونرفع الظلم الذي وقع عليهم يجب علينا جميعا أن نساعد في رفع هذا الحيف الذي وقع عليهم، وذلك بترسيخ مبدأ التعايش السلمي والمساعدة في توفير كافة المستلزمات الأمنية والخدمية من خلال تعويض المتضررين في ديورهم وممتلكاتهم وأرزاقهم والسعي على تحرير المختطفات. وهنا أود التأكيد على تحقيق السلام والتعايش السلمي هو المبدأ الأساسي للرد على هذه المجزرة وعلى كل الجرائم التي ارتكبها عصابات داعش الإرهابي. وفي الختام نجدد العهد والوفاء لكافة الضحايا ولعوائلهم الكريمة بأننا نقف معكم ونساندكم.